يبقى معنا من جباليا عبر الهاتف مراسل العربي إسلام بدر. إسلام، أهلا بك معنا. عن الغارات، عن القصف المدفعي والاشتباكات والتوغل، ما الذي تضيفه عما أخبرتنا عنه في تقريرك؟ عم سونيا، نتائج هذه الغارات بدأت تتضح أكثر مع توارد معلومات حول إحراق الاحتلال مزيد من الشقق السكنية والبنى التحتية أيضا في مخيم جباليا، بما في ذلك مراكز إيواء في شارع السوق، حيث قال شهود عيان أخرجوا من هذه المراكز خلال الساعات الماضية إن الاحتلال الإسرائيلي ألحق ضررا فادحة بعيادة الوكالة في وسط السوق أو مقابل سوق مخيم جباليا القديم مقابل مسجد العودة، بعد أن أخرج النازحين بالقوة من تلك المنطقة. طبعا هذه المنطقة هي منطقة خطيرة للغاية، كان النازحون يتواجدون فيها رغم هذه الخطورة. أيضا كانت هناك إحدى القاعات للمناسبات بغداد أيضا، وأيضا مؤسسة أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، كان الناس قد حولوها خلال أيام الحرب إلى مركز الإيواء. أيضا الاحتلال الإسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة واشتعلت النيران فيها نتيجة القصف المدفعي. هذه المراكز مطلة مباشرة على شارع أبو العيش في بلوك 2، وهي منطقة تعتبر محور أساسي وشريان لهذا التوغل البري في وسط مخيم جباليا، وفيه تتواجد أعداد من الآليات التي تتقدم وتناور في تلك المنطقة. وبالتأكيد يتم تغطية هذه المناورات التي تجريها الآليات الإسرائيلية بالكثير من النيران والقذائف التي تتسبب في اشتعال النار. منذ 6 أيام لم تنطفئ النار في مخيم جباليا نتيجة الغارات الإسرائيلية الكثيفة والمستمرة. هذه الغارات نتج عنها سحب دخان هائلة غطت شمال قطاع غزة بشكل كامل، إضافة إلى أن الاشتباكات زادت ضراوتها خلال الساعات الماضية. وأعلنت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، طبعا مجموعة من البيانات العسكرية كتائب القسام، قالت إنها هذا اليوم إحدى مجموعاتها تسللت خلف خطوط قوات العدو كما قالت شرق جباليا، وتم استهداف دبابة مركزة يعتريها أحد جنود العدو وناقلة جند أيضا بقذائف ياسين 105. وقالت إن المجاهدين فجروا عين نفق بناقلة جند أخرى كما جاء في نص البيان. كذلك قالت كتائب القسام إنها دكت مقر القيادة والسيطرة لجيش العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل 120 مليمتر. وأيضا قالت إنها قنصت جنديا شرق جباليا واستهدفت قوة خاصة بقذيفة التي بي جي المضادة للتحصينات. وأيضا قالت إن مقاتليها قطعوا خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بعد استهداف آليات الاحتلال والجنود هناك سرايا القدس. أيضا قالت إنها قنصت جنديا في محاور التقدم في جباليا، وأعلنت عن تفجير إحدى الآليات. وبالمجمل القول إن المواجهات لا تزال ساخنة في اليوم السادس لهذه المعركة المستمرة، ونحن يعني مقبلون على أسبوع كامل لهذه العملية. لا زال على ما يبدو لدى الاحتلال النية بالتواجد على الأقل لأيام قادمة، وذلك يمكن استنتاجه من خلال استمرار وجود الآليات في عمق مخيم جباليا. ومن الواضح أن الاحتلال مستمر في عملية التدمير المستمرة والممنهجة على ما يبدو، لأنه يقوم بتفخيخ منازل، هو إعادة استنساخ لما فعله في الزيتون الأسبوع الماضي عندما انسحب جيش الاحتلال مخلفا خلفه دمارا واسعا وغير مسبوق مقارنة بالاجتياحات السابقة. وهو ما يجري الآن في مخيم جباليا، حيث يتم تدمير أحياء سكنية أو مربعات سكنية داخل بلوك 4 وبلوك 2، الذي تقول المعلومات إن ضررا جسيما طال هذه المنطقة السكنية المعروفة باكتظاظها الشديد وتقارب بنيانها، والاحتلال الإسرائيلي بالجرافات يقوم بتجريف هذه المنطقة بشكل مستمر منذ عدة أيام. القصف المدفعي أيضا سونيا خطير للغاية، الاحتلال من خلاله قام باستهداف مراكز إيواء. هذه المراكز تتواجد
عند منطقة حمدان وبركة أبو راشد، هناك 9 مدارس إيواء فيها عدة آلاف من النازحين. هذه المنطقة رغم أنها مواجهة تماماً لعيادة الوكالة وسوق مخيم جباليا، يعني بعيدة عن محور الاشتباكات عدة أمتار لا أكثر، كان يتواجد فيها ولا يزال عدد كبير من النازحين. كان الناس يتحركون في ذلك الشارع رغم خطورته، ولكن اليوم الأوضاع أكثر خطورة، أكثر صعوبة. قذائف مدفعية وصلت إلى المدارس في تلك المنطقة في شارع حمدان. حركة الناس في هذا الشارع تقلصت إلى حد كبير، لكن آلاف النازحين ما زالوا داخل المدارس لم يغادروها. أيضا في الجهة الأخرى عند منطقة اليمن السعيد في نهاية شارع الهوجة يتواجد عدد من بل آلاف من النازحين داخل مركز الإيواء هناك اليمن السعيد، ولكن أيضا حركة النازحين منه وإليه تقلصت بشكل كبير جدا نتيجة القصف المدفعي العنيف. القصف المدفعي أيضا تمدد وتوسع باتجاه منطقة العلمي أي قرب مستشفى كمال عدوان، وبالتالي عمل في المستشفى خطير للغاية. منطقة تل الزعتر التي يتواجد فيها مستشفى العودة أيضا استمر القصف. اليوم المستشفى قال إن شظايا وصلت إلى وضرر أصاب أبنية المستشفى نتيجة وصول الشظايا. أساسا الوصول إلى مستشفى كمال عدوان، عفوا مستشفى العودة في تل الزعتر، يعد مخاطرة شديدة. الحي بأكمله يفرض الاحتلال عليه حظرا للتجول، من يطل برأسه يستهدف في تلك المنطقة لأنها تعد منطقة خطيرة. والاحتلال من جهة شارع السكة شرق جباليا يحاول الدخول إلى منطقة تل الزعتر. العودة إلى ما يجري في الميدان والتصريحات التي يقول بها أو يقالها جيش الاحتلال اليوم، إسرائيل قال إن قواته الفرقة 98 التابعة لجيش الاحتلال أحكمت السيطرة على مخيم جباليا، ولكن بالتزامن مع هذا التصريح اليوم خرجت قذيفة صاروخية من مناطق التوغل في مخيم جباليا باتجاه سدروت. خرجت صافرات الإنذار هناك، وأيضا القبة الحديدية حاولت اعتراض هذه المنظومة. في الوقت الذي يقول جيش الاحتلال إنه أحكم السيطرة على المخيم، تنطلق صواريخ باتجاه سدروت، وأيضا تستمر عمليات التصدي للآليات واستهداف بعضها بصواريخ مضادة للدروع. تأكيد هذا المشهد آخذ بالتصاعد، والأوضاع داخل مخيم جباليا ذاهبة لمزيد من التطور في ظل هذه المعركة التي يمكن القول إنها باتت معركة إرادة بين جيش يريد كسر قيمة وأيقونة مخيم جباليا مع ما يمثله في هذه الحرب وطيلة السنوات الماضية كأكبر تجمع للنازحين واللاجئين وقضية اللجوء الفلسطيني، وأيضا كأحد مرتكزات المقاومة الفلسطينية، ويعتبره الاحتلال منطقة تكتنز فيها المقاومة الفلسطينية إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي، في مقابل التصدي الذي تبديه فصائل المقاومة وعدم التسليم بوجود قوات الاحتلال في هذا المخيم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إسلام بدر مراسل العربي، كنت معنا من جباليا شمال قطاع غزة.